انظروا لقد ضل احدهم الطريق ترى أأمشي من هنا أم من هنا؟ أيهما الطريق الصحيح إلى غابة الرحمة؟ من هنا أم من هنا؟ عندما أصل إلى هناك سوف أبدأ في تعلم القراءة والكتابة على الفور. ماذا يريد البطريق القادم من بحر الجليد؟ أتمنى أن أتعلم. أين الطريق إلى غابة الرحمة؟ على اليمين بعد شجرة التوت سوف تجد شجرة التفاح، عندها سوف تجد غابة الرحمة. أتمنى لك حظا سعيدا مع حصص القراءة والأناشيد. أين أنا؟ لابد أن هزاز الذيل هو أيضا لا يعرف القراءة والكتابة. ألا ترى كم عمرك الآن؟ استيقظت متأخرا على التعليم يا صديقي. لماذا تهزأ مني يا هزاز الذيل؟ لا داعي للغضب، هيا خطوتان إلى الأمام وسوف تصل إلى الغابة. هيا هيا. هزاز الذيل استغل عدم معرفة البطريق للقراءة والكتابة وأضله عن الطريق. ماذا؟ حدث هذا مرة أخرى؟ هيا سوف أختار واحدا منا كي يذهب لمساعدة البطريق. يدور الهدهد من فوقنا، عندما أقول للهدهد قف يذهب من أختاره لنجدة البطريق. قف. أنت تعرف القانون، أنا ما زلت حديث العهد بالقراءة والكتابة. نحن نثق بك يا دب، ونعرف أنك الوحيد الذي سينقذ البطريق ويعلمه القراءة. الأمر لله. بطريق. أين أنت يا بطريق؟ أين أنت يا بطريق؟ الشمس قاربت على الغروب، سوف أضل طريقي في الظلام. أجبني يا بطريق، أين أنت يا بطريق؟ أين أنت؟ يبدو أنك قد ضللت الطريق أنت أيضا. اسمع، أنت حكم عليك أن تسكن غابتي إلى النهاية. لا يا هزاز الذيل، أنا أنوي مساعدة البطريق ولن أضل طريقي أبدا. إذن سر باتجاه الشمال. لن تستطيع أن تخدعني الآن بعد أن تعلمت القراءة. أين أنت يا بطريق؟ أنا هنا يا دب، أنا هنا. من يناديني؟ أنا يا دب، أنا البطريق. أين أنت يا بطريق؟
أنا هنا يا دب. إلى الأمام قليلا. أخيرا وجدتك. حاول أن تتسلق حتى تصل إلى يدي. الحمد لله. شكرا لك يا دب. لابد أن أعلمك أول درس حتى تعرف قيمة العلم. أول درس هو أنك لابد أن تطمئن لعلم وثقافة من يعطيك النصيحة. نعم، ولكن كيف؟ القراءة. القراءة هي خير دليل. هيا إلى غابة الرحمة قبل هبوط الليل. أسرع أسرع. انتبهوا معي. ألف ألف باء تاء 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 تاء. ألف ألف باء تاء 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 تاء. ألف باء تاء تاء تاء.